كل الأنظار اتجهت نحو فعاليات اختتام الدورة الكروية المنظمة من طرف جمعية راديوز التي تعمل لنشر الرياضة الجوارية عبر أحياء وهران من خلال تنظيم دورات متتالية للفرق والمدارس الناشئة. الفرجة كانت مضمونة في هذا الاختتام الذي جمع العديد من الجمهور المحب لكرة القدم. احنا فرحانين بدأ الدولة الدورة اللي نجحت، ونشكر الدولة اللي بنونا هذا الصاد، إن شاء الله نعاود ندوتونا ونلعبوا في المنتخب الوطني. نقول أنا باللي راني شفت هكذا راني غرت كونتيني راه في ستيف، راهم دايرين لا ميم شوز كلا راديوس. نحن جد مسرورين بالاصداء اللي نتلقوها على المستوى الوطني فيما يخص التجارب وفيما يخص قيام بعض الشباب على المستوى المداشر والقرى والبلديات بالقيام بمثل هذه المبادرات والتظاهرات الجواريه. الدوره جمعت ايضا لقاء بين العناصر التي لعبت ضمن الفريق الوطني لكره القدم وعناصر رياضيه من سوريا وفلسطين. الكل اثنى على مثل هذه المبادرات المسجله في قاموس جمعيه راديوز المتعوده على نشر الاخوه والتقارب. وهذا شيء يشجع، ويا ريت لو كان كل جمعيه تقوم بهذا الدور، لان هذه الجمعيه تلعب دور كبير وخاصه من الناحيه الامنيه وكذلك من الناحيه التربيه البدنيه، واللي تشجع الشبيبه الجزائريه على انتهاج الطريق السليم في الرياضه السليمه في الجسم السليم. نتمنى لهم التوفيق. هذا ولنصر ثقافة الترحم والمحبة وربط جيل الماضي بالحاضر، وفي إطار الذكرى الخمسين استرجاع السيادة الوطنية، كرمت جمعية راديوز والأسرة الرياضية أحد المجاهدين الذين ناضلوا من أجل تحرير الجزائر. اختتمت دورة راديوز شتاء فوت على وقع الفرجة والمتعة الكروية وبحضور جمهور غفير اكتظ به المركب الجواري المصغر رقيق عبد القادر بحي مارافالا بنهائيات في مختلف الأصناف استمتع من خلالها بفنية كروية رائعة. النهائيات جرت في جو أخوي وروح رياضية عالية طبعت الدورة منذ بدايتها، وهذا بفضل المجهودات والإمكانيات التي سهر على توفيرها أعضاء راديوز زيادة على حسن التنظيم. دورة هذه السنة شارك فيها 920 لاعبا ضمهم 80 فريقا من مختلف أحياء وهران والمدن الجوارية، كما تخلل الحافل تسليم جوائز وتكريمات خاصة. صافي بليزير كي تشوف الشبيبه هذه تعرف المشاكل اثيريوم هنايا. استطعنا باش نخلقوا جو من الفرجه وجو من الكره. احنا جد مسرورين بالصدى الواسع يعني التجارب التي تقوم بها بعض الجمعيات وبعض الشباب على المستوى مداشر وقرى وبلديات فيما يخص يعني القيام ببعض التظاهرات الرياضيه الجواريه اللي الهدف تاعي يبقى دائما محاربه الافات الاجتماعيه. نشكر جمعيه الراديو على هذا التشجيع هذا تاعهم. نظن راه عندنا فرصه ان شاء الله باش نعملوا باش نكونوا ان شاء الله في مع الحكام اللي يحكموا ان شاء الله في كاس العالم. بربي نتمنوا الفريق الوطني هو اللي يكون قبلنا، وبعد الفريق الوطني ان شاء الله نكونوا احنا احسن. رانا فرحانين بهذا التورنوا اللي دارتها الشباب الجمعيه، وفرحانين لعبنا ستار تاع الرادياس بصحتنا. عرف نهائي دورة راديوز شتاء فوت مشاركة شباب من دولة سوريا الذين يتواجدون في الجزائر، ولم تسعهم الفرحة عند مقاسمتهم نجوم الكرة الجزائرية في عصرها الذهبي على غرار الأخضر باللومي، وذلك في نهائي طبعة شتاء فوت. أين الديميسي؟ هذا أشيو والله في الحقيقة الرياضة في الجزائر على درجة عالية جدا، في عناية كبيرة. نتمنى كمان لبلدنا سوريا تعود إلى الرياضة إن شاء الله، ووجدنا ترحيب كبير، ما شعرنا في أي غربة في الجزائر، شعب كريم مضياف. نشكر الجزائر كلها وعلى رأسها سيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وجميع المسؤولين عن الرياضة في هذه البلد. نشعر بالفخر بمشاركة الأخضر باللومي وجميع الرياضيين الذين استقبلونا بهذا الحفل. هو ينطق
بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أقدم نفسي محمد طيفور ميلود رئيس النادي الرياضي الهاوي شباب سيدي حمو الشيخ لمدينة مستغانم. جينا شاركنا لأول مرة، رانا نجيو نشاركوا في الدورة الشتوية لراديوز. نشكرهم الشكر الجزيل على الدعوة، ودورة دارت في أحسن ظروف، وشفنا عدة شبان عندهم مؤهلات، كاع الشبان اللي شفناهم هنا عندهم مؤهلات. ونزيد نقول الشكر الجزيل لجمعية راديوز على الدعوة اللي دعوتنا باش نشاركوا في هذه الدورة، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يعني هذه الدورة عجبتنا بزاف، يعني ماشي من اليوم هذه الدورة ثم نسمعوا بها كل عام. شاولا كان امباكت هنايا في هاد الدراري هادو تاعنا هادو ديال بيجاما، كان امباكت كنا نتهلاو فيها يعني نكونوا مدربين واقفين وتكون معاونه في يعني في هذا الميدان تاع الكرة القدم، نخرجوا دي جوار دي ستار كاع. التنظيم كان مليح، التنظيم يعني كان في المستوى. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعبنا مليح في هذه الدورة، كنا ملاح ومازال نزيدوا إن شاء الله إلى كاليفينا، وإن شاء الله نوصلوا لافينا ونوصلوا بعيد. كاين فرقة قوية اليوم شنو؟ عامل لعبتوا؟ اليوم لعبنا مع لارسيو. لعبنا على دياز، معليش خسرنا، درنا سينيا ثاني لعبنا عليهم، معليش مقابلة مليحة. اي ان شاء الله نكملوا كيما هكا ان شاء الله. صح صح. ايوه هذا هو اللعب. يا خاله 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 يا
امين امين الله اكبر.
ماشي عند غمبان كل الاجتماع او ماشي شغل اه وي اه خويا جي اخويا جي 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 اخويا هذاك المصري هذا السمين هذا في المهم هذا الوطنينا هذا هو راه يهضر بزاف راه يتوق فهمتني ابا حاف راه جابك انت اذاعه بدنا زي برا قاعد
فرحانين بالهد التون اللي دارتها الشافي جمعية، وفرحان لعبنا سطات تاع الرادياس بصحتنا. كبار برة الثانية ومستي خرج الكرة وسط الميدان انطلاقة من المراوغات الفنيات. شوف اللقطات، شوف لقطة طريقة عن الكبار وهي طريقة لكريستيانو رونالدو. هاي المخالفة لكريستيانو يخليها للنائب ميسي. هذا لا 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 هذا الليل شوف ما في سلامة بين حكم السنغالي والسوداني. كرة وسط الميدان انطلاقة من الميدان. هاي كرة المان ترجع بكرة إلى كرة الكرة الركنية الأولى لصالح الفريق البلد المنظم. الكرة الجديدة وسط الميدان ترجع لرادياد وتماس تماس يدعي بنزيما أسير القمر اللي خلف بنزيما. هاي الكرة هذا نقرة تاوو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 و
صاحب الأقوال والأموال وصاحب الأعمال والرجل المناسب مكان المناسب اليوم الحضور تاعه يسرب ومتابع هذا اللقاء اللقاء الدار بجميع الرياض وجميع وهران الكره ونزل اللقاء رقم 4 في السيت وجاوز الميدان هذا كولمان تازل يقف في الملعب وسط الميدان اجاق من الاهلي يدور الحكم وتكون المدرب يحتج على الحكم والحكم هو سيد القرار وهو القاضي التحقيق الكره تلعب الى خلف العطار لصالح فريق الجمعيه وسط الميدان تيدا تيدا وسع كره لمرو الحكم يقول مخالفه وتقديم الرجل لا والمخالفه لبوكرا رقم 5 صاحب القدمات القويه ويمر الكره لمان بنزيما والكره تروح لتغطيه من اللاعب بيردو المراوغات هذا اللاعب الفنان والرائع بالرجل اليمنى واليسرى صاحب الرجل السحريه تبدا شوف المراوغات عن طريقه الخوو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 و
والله في الحقيقة الرياضة في الجزائر على درجة عالية جدا، في عناية كبيرة. نتمنى كمان لبلدنا سوريا تعود إلى الرياضة إن شاء الله. ووجدنا ترحيب كبير، ما شعرنا في أي غربة في الجزائر، شعب كريم مضياف. نشكر الجزائر كلها وعلى رأسها سيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وجميع المسؤولين عن الرياضة في هذه البلد. نشعر بالفخر بمشاركة الأخضر البلومي وجميع الرياضيين الذين استقبلونا بهذا الحفل الكريم مع القادة الشافعي الراس. راع الرياضة والرياضيين، وشكرا. Merci la radieuse. Je suis très heureux d'être parmi vous. يعني راني مدهش بالاكوي هذا، ونشكر لا راديوز ونشكر كل الشعب اللي راه داير بيا هذا. ان شاء الله نكون في المستقبل دائما معهم، وراهم موش هذا هو الحفل الاول ولا الحفل الاخير ان شاء الله. بعد سيرتو كي شفت لي جون هذو عطوني نظره يعني على الفوتبول، وحنا يا لي فيزانفستيسور هذا يعني كي نشوفوا هاد لي جون هذو ونشوف الخدمه هذه تاع لا راديوز اللي راهي تخدم هكذا، تزيد تشجعني باش نزيد ننفستي اكثر واكثر. ونقول للمستثمرين تاع وهران لازم تنوضوا باش تشجعوا لا راديوز هذه، وديروا 1000 راديوز مش وحده فريده، باش في المستقبل لي جون هذو ما يكونوا في يعني في الشارع، ما يكونوا في الدار مسوسي يعني هكذا. لازم المستثمرين هذو سيرتو 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 لي زيكول هذو تاع كيما لا راديوز لازم يستثمروا فيهم. شكرا. بون الاحتراف السبب تاعي هو انا شفت في الوفاق سطيف يعني عنده جمهور ما تنساش حوالي 50,000 هذه في سطيف كل يوم، يعني استاد معمر، وعندنا تقريب حوالي قريب 600,000 او 700,000 هذه في الجزائر وفي الخارج ثاني. دونك انا شفت باللي عندي ذوك اربع سنين وانا معاهم في كديريجون. دونك جافي توجور ستادير لومبيسيون داتر بريزيدون تاع لونتونت، وكان عندي طموح دي زومبيسيون نقولها تاي من باسكو خليتها مثل في سطيف. نقول لهم انا برنارد طابي الصغير تاع سطيف، والمشاريع تاعي
مشاريع كبرى وستدير تجيب ثمار للوفاق والصيف والليجن وتجيب لي لي انا باسكو انا ثاني غانيون غانيون باش نحط الصوارد. ثاني الانسان لازم يشوف روحه باش تحط 120 مليار في الوفاق صيف، ثاني لازم لي مشاريع اللي تجيب لي. ولكن انا رايح نهني ليطا من الهرج هذاك تاع الطلبه ظل عند الوالي وعند الوزير والله عند الناس المستثمرين يظلوا يطلبوا هكذا، قالها تجي من عند بلعياط وتجي من عند سي ساكلولي وتجي من عند سي صالحي وتجي من عند فلان. هذه راح ان شاء الله بربي المستثمرين نورمالمون ينحيوها، وانايا نعهد الجمهور في سطيف انا نقول لهم باللي نحيها هذه الطلبه هذه ان شاء الله. شكرا شكرا صحيح يعطيك الصحه. تقول يا هدر الكوالي صار حق الوين يطلب هالليل مصر باللومي فتح على سكوة ويقص هالليل من مرين صبيان الكاميرا ما نشكره في هذا الصور والله قطعت الرهيم كورة تصور واحد يا هدر عابد صبيان المدير تاع التلفزيون وظل على مجالس قهمة متخلم بجهة ده مدير هادي سوري هادي سوري بينالتي محمد بينالتي سوري سيب لي بينالتي محمد بينالتي محمد بينالتي خليك على سوري بينالتي هاي ها بينالتي لا بدل بينالتي معليش خليهم عندك اول سوري اعطيك تصبي هذاك هذا الكره واو هيا تديهم الدار هيا 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 روحوا شوفوا اقعدوا هنا رومي واش نقول لك المنشط هنايا زعما نقولوا قاده الشافي نظن راه منشط الحاله وماشي غير من اليوم ونشكروا على هذا النشاط نتاعو اللي عنده ايجابيات كبيره واليوم هذه كانت فرصه لنا شفنا اللاعبين القدامى نتاعنا و سايتي توجور زعما نقولوا غون بليزير باش نتلاقوا كيما هكا ونمدوا بعض اللقطات وتاع لونسيان فوتبول كيما نقولوا. صحة ولا صايك؟ الحمد لله صحة دائما ودائما رانا في الميدان دائما نتريني ودائما. واش تقول عام سنة جديدة واش تقول؟ عام سعيد لكل الجزائريين وان شاء الله هذا العام يكون خير لينا. وان شاء الله نخدموا باش يكون الفوتبول يعاود يولي يحيا كما كان في القديم. شكرا.
كيفاش اليوم شفت المقابله؟ بون جو بونس درنا مقابله تاع استعراض وجاو كاع اللاعبين كبار تاع الاخضر كويسي قاسي سعيد مراد بونس لعبنا ماتش مليح وين متعنا الجمهور مرحبا بكم على كل حال صافي بليزير مقابله تشوف هذا العرس الكروي خاصه الليجان هذو تشوفوا كل سنه فيها هذا البطولات الصغيره هذا التورنوا في بليزير جون سي تو جوست لي فاكونس هذو تاع لي كاجور كملوا دونك سي لا فيت دونك لا راديو تعرفوها غني على التعريف صافي بليزير تشوف الشبيبه هذه راك تعرف المشاكل اتيريهم هنايا حتى باغ اكزومبل سلوطه دوماج مشيو هذو غايبين ولكن حاضرين لي رومبلاسو تاعهم لي ريبريزونتون كوا يعطيك الصحة الشيخ فوالا شكرا واحد منهم جمع ثمانين فريق من الاكابر والاصاغر والكتاكيت والبراعم 920 لاعب شارك في هذه الدورة التحية أولا للجمهور الحاضر اللي وقف معنا في هذه الدورة طيلة 18 يوم وكان حتى العشرة تعديل يروح معنا شكرا كذلك للمساعدات التي تلقيناها من طرف السلطات المحلية وعلى يرعى مصلحة المواطنين والأمن تاعهم نبدأ الآن بتكريمات فيما يخص أبطال دورة شتاء فوت وأولهم بطل دورة الأصاغر يعني البيجاما البراعم فريق مولودية بوهران فريق مولودية بوهران بحر تحت تصريفاتكم الحارة ويتقدم المدير الامن الولائي لمدينة وهران المولودية مدموج صغار تاعو حيقعدو يخدمو الكبار وان شاء الله الدعوة تصفر وهادو الصغار يفرحو المدينة ويعطيكم الى صديق جمعية رادياس والرجل الذي بدا معايا ومسار يكمل معايا بالمعروف الهواري نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي ما تقولش البوليتيك اول تكريم قاسي سعيد يتقدم الرباعي مدير قاسي سعيد قاسي سعيد ولتكريم هذا الفريق رضوان بن زرقاء محمد حنصار ولا اسمح لي نخلي محمد حنصار مفاجاه اخرى رضوان بن زرقاء ومصطفى كويسي وضيفنا اللي جانا مصطفى هادو الصغار خسروا سعيد تصفقوا عليهم تاع المولودية هيا راهم يصفقوا عليهم هيا شيخ اللي تشوفوا فيهم روح من هنا لا 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 عندي 100 جوار حميلي يا الله يا الله
فريق حي هربال
فريق هذا الفريق هذا كاين لاعب عنده 41 سنة وديره 18 سنة هو يقدم خدمات لفرق حي العثمانية. اليوم بمناسبة التتويج تاعو يعلن الاحتفال تاعو. تشفيقة حارة لكم لمحمد أسيدو. واليوم هو اللي يكون له شرف باش يتسلم كأس هذه من طرف مدير العام الولائي واللاعب الأخضر بالأوبي وفضيل المغاربة. وان شاء الله نعطيكم مفاجاه باللي هو 99% بلس فرصه تاع روراوا لا ماشي العكس ان شاء الله يكون في لا كوب دي موند. ولتكريم حمودي جمال ما نلقوش خير من اللي دار المونديال تاع 90 حمزة المحمد الحكم الدولي خوذي المغاريه كويسي اختر بلومي ومدير العام الولائي لتكريم محمد وكذلك السيد برعيا يا مو يا السيد خطر نور الدين من طرف اخضر بلومي وفضيل المغاربة. شكرا على المساعدة والمساعدة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا شرف كبير للاخ حمودي جمال اللي راه معين في كاس افريقيا اللي تجري ان شاء الله 2013 في السنه هذه. نتمنى له التوفيق والنجاح ان شاء الله. وهذه التصويره اللي راه غادي بكي كسفير الجزائر بكي يشرف الكل جزائريين ماغري اسمه حمودي جمال بصح كجزائري بكي يطلع المستوى تاع التحكيم تاع الجزائر والشبيبه هذه اللي راهي طالعه ان شاء الله تدي نظره بكي يكونوا للمستقبل ان شاء الله. حمودي جمال اني نشوفه ان شاء الله يكون في كاس العالم وشارك في كاس العالم تاع النوادي وطن نتيجة لباس بها الحمد لله. أنا النصيحة نقول أستاذ هو كتلميذ تاعي إن شاء الله فهمتني يكون في لياقته بدنية تكون ممتازة اللي تطلب عليها الاتحاد الدولي كرة القدم باكي يشوفوه لكأس العالم 2014 اللي تجري في البرازيل ان شاء الله. نعاود نكررها ما ننساش غير حمودي وكاين بنوزه اللي راهي غادي يشارك معه محمد تانيك ان شاء الله. للاسف كاين اتيالي مساعد الحاكم اللي راه مجروح نتمنوا له بهذه المناسبه الشفاء العاجل ان شاء الله ويرجع باسكو راه عنده السن تاع صغير ويكون يشارك في كأس العالم باذن الله. والحمد لله ان شاء الله هذه اول مره ثلاثه حكام يشاركوا في كاس افريقيا وما ننسوش الفريق القومي تاعنا الجزائر ان شاء الله اوني اوبتيميست يديروا النتيجه ان شاء الله وشكرا. اليوم نقولوا سي محمد بارك الله فيك على النصائح هذه. نشكر جمعيه الاراضي على هذا التشجيع هذا تاعهم. نظن ان شاء الله بربي احنا رانا نعملوا رانا نضحوا نظن راه عندنا فرصه ان شاء الله باش نعملوا باش نكونوا ان شاء الله في مع الحكام اللي يحكموا ان شاء الله في كاس العالم. احنا اولا عندنا كاس افريقيا في 2013 اللي لازم نكونوا ان شاء الله في المستوى قبل لا نكونوا ان شاء الله يعني احنا في النهائي لازم ان شاء الله بربي نتمناو الفريق الوطني هو اللي يكون قبلنا وبعد الفريق الوطني ان شاء الله نكونوا احنا احسن تمثيل ونكونوا احسن سفير للسفاره الجزائريه في افريقيا. شكرا. بارك الله فيك.
اولا نشكر قادة شافي اللي عودنا على يعني تنظيم دورات يعني كما هذه دورات كبيره وين لمت يعني شمل كل شبان تاع مدينه وهران. هذه من جهه. كذلك ما نساوش يعني الشخصيات الرياضيه وحتى يعني الشخصيات اللي تتعاون وتساهم يعني الكره الجزائريه، على غرار يعني السيد حسناوي اللي جاء بالعياط اللي جاء من الصيف، واللي نشكروها يعني على هذه يعني الحضور تاعو. جد مسرورين كذلك اننا تلاقينا يعني باللاعبين القدامى دائما، يعني هذا هو فرصه لنا باش نعاودوا نتلاقاو، وهذا هو يعني على هذا الشيء انا نظن لاسوسياسيون رادياس تكون مشكوره، وان شاء الله يعني هذا هو اماني الامل تاعي. انا دائما نقول ان شاء الله يعني ليزاسوسياسيون كيما لا رادياس ماهيش اونيكمون يعني في وهران، ان شاء الله تتطور يكونوا دوطر اسوسياسيون اللي تخدم بنفس النمط بنفس يعني الامكانيات ويديروا يعني يطوروا يعني الشبان للكره الجزائريه. شكرا. من الراحه وكذلك جو من الامن والطمانينه، وهذا الاقبال الكبير يدل على دور واهميه هذه الجمعيه. نتمنى لهم التوفيق، وباسم السيد اللواء المدير العام الوطني نقدم لهم تهانينا بهذه المناسبة، وسنكون لهم دعم وسند في كل الدورات وفي كل الأعمال والمبادرات التي يقومون بها. وشكرا. إذن كما راكم تشوفوا اليوم الإقبال الجماهيري كبير، الجمهور جاي يتفرج. الفرق المشاركة اليوم كانت 80 فريق من حوالي 920 لاعب، استطعنا باش نخلقوا جو من الفرجة وجو من الكرة طيلة هذا الشهر ديسمبر اللي تزامن مع العطلة الصيفية. حنا جد مسرورين بالصدى الواسع يعني التجارب اللي تقوم بها بعض الجمعيات وبعض الشباب على مستوى مداشر وقرى وبلديات فيما يخص يعني القيام ببعض التظاهرات الرياضيه الجواريه اللي الهدف تاعها يبقى دائما محاربه الافات الاجتماعيه ومحاربه العنف في الملاعب. اليوم كانت عندنا وقفه مع اخواننا السوريين هنا اللي بينا لهم باللي الجزائر تبقى مفتوحه لجميع الدول العربيه واحنا شعب مضياف. كذلك من جهه اخرى كرمنا الحكم حيمودي اللي استطاع باش يكون له شرف احسن حكم دولي افريقي، وهذا شرف للجزائر. نتمنى ان شاء الله كاس افريقيا وتكون ان شاء الله الفرحه والفرجه للانصار تاع المنتخب الوطني كما يقولوها كاع لي جان. 1 2 3 فيفا لاجيلي، 1 2 3 فيفا لاجيلي. قالوا الحاج كاين اربيتي هذا طموح.
ونحن الان جماعه بدون بروتوكولات خاطينا هذاك لغه الخشب ونحن نحتفل بالذكرى الخمسين للاستقلال. واحد من المجاهدين واحد من الرجال اللي تركوا بصماتهم وهم القلائل اللي بنوها غايه وقت الشباب وقت الثوره وخلاوها غايه. السيد هذا اللي راه قدامكم ما نتكلموش على التاريخ تاعو تاع الثوره لانه غني عن كل تعريف، ومن دوك الناس اللي ابتعدوا اعلاميين وما حبوش يدوروا الضجيج كيما عاد. هذا خدم للبلاد وخدم للجزائر وخدم للشباب احنا، ولهذا على كبره عرف قيمته ماشي من كان شاب، وهذه هي لا كاليتي وهذا هو المعدن تاع الرجال. احنا بصفتنا رياضيين ما نقارعوش المقابل لان السيد هذا سمعنا عليه وقالوا لنا باللي بعد ما لبس السلاح وكان عنده كراع في الجنه وكراع في الدنيا وربي خلاه تدروك عايش، ثاني كانوا عنده اعمال تضامنيه وكل خطره الجيب تاعها كان متقوب للمساكين. وهذا نقول لك الحاج والله ما ترغب في دنيتك على الخير اللي كنت درته سوالي درته في الاخر، ولهذا يعني انت خليت لنا الاعلام مرفرف وهذو كملوا معك يعني في المقابلات الدوليه. الاعلام تاع الجزائر الحاج رفعت الخطرات بصح في زاني كاتروفا رفعوا هذو الشبان اللي جاوا موراك اللي سميناهم مجاهدين تاع كره القدم، سي فوزي المغاريه، سي قاتي سعيد، سي كويسي، سي الخضر باللومي، بدون ما ننسى سي حنصل محمد الحكم الدولي السابق اللي كان عنده ثلاث نهائيات متتاليه وكان عنده شرف عايش زوج رؤساء تاع الجمهوريه المرحومين شادي بن جديد هو اللي بومدين، كذلك مثل الجزائر وكان عنده ذاك المايو اللي في اعلام تاع الجزائر في المونديال تاع 90 في ايطاليا. وحنا كشباب وكصحفيين نحملوا المشعل ان شاء الله ونحاولوا نوصلوا رساله، جينا كنكرموك اليوم تكريم خاص حتى تعرف بلي راه عندك مكانه وراه عندك حاجه في قلبنا. ما زيدش نكثر عليك باش ما نخليش الدمعه تهون، فهمت؟ الدمعه حنا نبكوها بلاصتك، ولهذا درنا لك هذا المايو سوفينير اللي يقعد لك في الذكرى. سي بن سعدون صورتك لافيختي دو لالجيري، ما كايناش كلمه خير من هذه، ما كايناش كلمه. وخليت لك مره البلومي راديو البلومي اللي مثل الجزائر، اذا يتقدم لنا سي الاخضر بلومي مع الزوجه العزيزه وما احلى صور الماضي هذا العاش. حاج مازال راك شباب، هذو اللي فوتو مازالهم جديد. حاج حاج مدام اللي جمي نوضغي شويه بالواح نوض بس تريد نهوده شويه بس نهوده ايوه بمناسبة الحضور نتاعكم وبمناسبة هذه المناسبة الكريمة اللي جيتوا أيها الشبان تزوروني، نقول لكم فلتحيا الشعوب بشبانها، فأنتم لشعبنا شبانه، أنتم للشعب نتاعنا شبانه، كما والديكم وأسلافكم حروا البلاد ونظموها وراهي في الدرجة اللي راهي فيها الآن بمناسبة سنة 50 سنة استقلال. نتمنوكم إن شاء الله تديروا كيفنا ولا خير منا، نخاطر عندكم حماسة وعندكم شعور وإرادة اللي تصلحوا لبلادكم ولبلادنا ان شاء الله. وبحضور السي الاخضر حبيبنا ياك نتمنى لكم ان شاء الله النجاح في العمليه نتاعكم، عمليه لم الشبان وتدريبهم، نتمنى لكم ان شاء الله النجاح. تحية الجزائر. تحية الجزائر. جمع الحاسب. على العموم نشكر هذه الفئة من الشبيبة، شبيبة الجزائر، الجزائر العزيزة على كل جزائري وجزائرية، أن شرفتمونا لتشريف رجل من الرجالات الذين أعطوا الكثير لهذا الوطن وساهموا مساهمات أولا
أيام الثورة التحريرية الكبرى، ثم بعد التحريرية الكبرى بعد الثورة الاستقلال قاموا بعمليات كثيرة، ساهموا اقتصاديا واجتماعيا، وكان للسيد لزوجنا الكريم السيد أحمد بن سعدون أياد بيضاء على كل محتاج، على المرضى، على كل من كانوا محرومين كان له أياد بيضاء، وهذا معروف عنه. وطبعا اليوم نشكركم أيها الشباب، أنتم وجه الجزائر، أنتم الذين يقولوا عنكم المثل غرسوا فأكلنا ونغرسوا فيأكلون. فطبعا مرحبا بكم في بيتنا هذا، ونتمنى لكم التوفيق في أعمالكم وفي وبالخصوص مجال الرياضة، لأن الرياضة هي الشباب، هي القوة، هي التي تجعل الإنسان يستمر إلى الأمام. فشكرا للجميع ومرحبا أهلا وسهلا بكم. أول شيء سي أحمد بن سعد بن غني على التعريف، مجاهد من مجاهد الكبار اللي حروا الجزائر، مجاهدوا في سبيل الله في سبيل الوطن. طبعا احنا هنا نكرموه بالمناسبة، نوروه فاني نأكدوا له باللي ما نسيناكش، راك دائما في قلبنا انت والمجاهدين كل، ان شاء الله نتمنى لك صحة جيدة مع العائلة، وشكرا جزيلا. احنا جد مسرورين بوجودنا اليوم اللي كرمنا بطل من ابطال الثورة الجزائرية اللي هو سيد بن سعدون. هذه فرصة نظن كانوا يعني المثل اللي يقول احسن خلف لاحسن سلف. نعم نقول باللي هادو من الذين يعني اعطونا يعني الحماس وهذيك يعني لا موتيفاسيون باش يعني نامنوا في هذا الوطن العزيز. ولذا نتمنوا له يعني مع الوضعيه تاع يعني الصحيه، نتمنوا له ان شاء الله الشفاء، ربي يشافيه يرجعوا يعني هاني. وكذلك ما نساوش الخير اللي راه يديروا، يعني كما قالت تفضلت الزوجه العزيزه الذي الكريمه الذي قالت يعني انها يعني ايادي بيضاء، وهذا يعني عباره هامه جدا. الانسان هذا نتمنوا لك الصحه الكامله الحاج، والى اللقاء في فرصه اخرى ان شاء الله. هذه سيت اون بون انيسياتيف اللي جينا اليوم. سي الحاج بن سعدون نعرفوه ماشي الا من اليوم، نعرفوه من بكري، ما كان مجاهد وكان في الجيش، والناس تحكي عليه باللي راجل مولا خير. واليوم في هذه المبادره هذه اللي تشرف عليها لا راديوز وجابت كل اللعابه اللي راهم مقدم هنا، فيها بلومي وفيها سيمغارية وفيها كويسي وفيها قاسي سعيد، فهمتني؟ جينا اليوم نحضروا التكريم تاعها ان شاء الله، وما تكونش هذه الاخير، وما تكونش فهمتني نجوا في وقود. حنا اللي نطلبوا له هذا، نطلبوا له الصحه قد العمر ان شاء الله، ونتمنوا له ان شاء الله يكون توجد لعائلته واجد. وحنا ما ننسوش ثانيك ان شاء الله نبقوا نزوروا كل مره ان شاء الله، باش هذا السيد في الحقيقه شهاده الله نعرفوا يدير غير الخير ان شاء الله. شكرا وان شاء الله الله يطول لك في العمر سيد الحاج ان شاء الله. الله يعطيك العافيه.